إننا اليوم أمام ما كان يسمى تجمع التونسيين بفرنسا الذي كان أداة من أدوات حزب المخلوع، التجمع الدستوري اللاديمقراطي لقمع ومراقبة التونسيين هنا. نحن كتونسيين أعضاء جمعية الاتحاد من أجل تونس يونيتي سنقوم رمزيا باسترجاع هذا المقر لصالح كل التونسيين المقيمين بفرنسا وتسميته دار الجمعيات محمد البوعزيزي رمز الثورة التونسية.